دلوقتي هنتكلم على الترانكس ارتريوزس. انا هبتدي من الاول. ترانكس ارتريوز طبعا دي اللي هي هتديني الاسندج اورطة والبلمون ترانك. ايه اللي حاصل؟ انا ببتدي القصة من اولها. انا الاول اتكلمت على السانس فينوزس والاتريال بارت، قلت دول كومن اتريال تشامبر، قلت ادوني تو اتريا، وبعدين فينتريكولار بارت والبالبر سكورديس تدوني التو فينتريكلز، وبعدين عندي الترانكس ارتريوزس تديني اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. المفروض انها هتديني الاسندنج اورطة والبلمونري ترانك. ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ انا هاخد ترانكس ارتريوز اهي، افرض الجزء ده هو الترانكس ايه ارتريوز، بيطلع سبايرال فالف. ايه السبايرال فالف؟ ادي او سبايرال سيبتم، ادي سبايرال سيبتم اهو اللي هو ده. سبايرال يعني ملوي اهو، زي ما انت شايف كده ملوي زي ما احنا شايفين. السبايرال سيبتم ده اسمه سبايرال اورتيكو بالمونري سيبتم. ليه؟ منه هيديني اسندنج اورطة وبالمونري ترانك، يبقى اسمه سبايرال اورتيكو، سبايرال اورتيكو بالمونري سيبتم. بادئ من تحت كده ويل ويطلع فوق، يقسم الترانكس ارتيروز لتو تشانلز. اول تشانل تديني اسندنج اورطة ودي تطلع من الليفت فينتركل، والتاني بالمونري ترانك وتطلع من الرايت ايه فينتركل. يبقى لما اجي اتكلم على ترانكس ارتروز، اقول الترانكس ارتروز بتبقى شبكه في البلبس ايه كورديس، بعد كده الترانكس ارتروز يطلع فيها سبايرال اورتيكو بالمونري سيبتم. سبايرال يعني ملوي من الداخل بحيث يسمح تكوين السندنج اورت والبلمونري ترانك من الاسينج اورت، يفتح يبقى متصل بالرايت فينتريكل، اسينج اورت متصل بالليفت فينتريكل، والبالمورال ترانك متصل بالايه بالرايت ايه فينتريكل.